تعرف على كيفية إنشاء حساب متابع على منصة Equity Copy. اذهب إلى equity.com للبدء. إذا كان لديك حساب في Equity، انقر على تسجيل الدخول لبدء إنشاء حساب لنسخ التداولات. إذا لم يكن لديك حساب في Equity حتى الآن، انقر على إبدأ التداول لإنشاء حساب أولاً. سجل الدخول إلى بوابة العميل باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور الخاصة بك. اسحب الشاشة للأسفل إلى قسم الحسابات وانقر على إنشاء حساب. اختر منصتك ونوع حسابك. قم بتفعيل حساب Equity Copy. اختر حساب متابع كنوع الحساب المراد إنشاؤه. أدخل كلمة مرور بوابة العميل الخاصة بك لتقديم الطلب. تم إنشاء حسابك بنجاح. احتفظ ببيانات تسجيل الدخول. يمكنك أيضاً العثور على بياناتك عبر البريد الإلكتروني أو في قسم حسابات Equity Copy في بوابة العميل. انقر على لوحة التحكم أو على Equity Copy من قائمة المنصات لتقوم بتسجيل الدخول. املأ بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك وانقر على تسجيل الدخول. مول حسابك في بوابة Equity وابحث عن مزودي الاستراتيجيات لمتابعتهم والبدء بنسخ التداولات. تذكر أن الأسواق تتحرك بسرعة وأن التداول ينطوي على مخاطر.